اثنان من الستة الكبار الذين يتنافسون على المراكز الأربعة أو الخمسة الأولى المؤهلة لدور أبطال أوروبا الموسم المقبل والدوري الأوروبي. مواجهة الكبار في هذه الليلة بتشكيلة التالية بالنسبة لفريق ليفربول مع سيمون مينيولي في حارس المرمى، جو غوميش سيكون على الجهة اليمنى، أندريو روبرتسون على الجهة اليسرى، كلافان رفقة لوفرن في وسط الدفاع، جوردان أندرسون، إمري جان وفيليبي كوتينيو في وسط الميدان، محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي الممتاز سيكون رفقة ساديو ماني وروبرتو فيرمينو. في الجهة المقابلة أرسنال ببيتر تشيك الذي يريد أن يحطم الرقم القياسي في عدد المباريات التي يلعبها من دون أن يتلقى هدفا، إلى حد اليوم عنده 199 مباراة، اليوم قد تكون المباراة 200. على الجهة اليمنى بيرين، الجهة اليسرى مايك نولد نايلز، في وسط الدفاع ناتشو موريال رفقة لورون كوسيلني، وسط الميدان جاكويل تشير مع جرانيت شاكا ومسعود أوزيل، وثلاثي الخط الأمامي أليكسيس سانشيز لاكازيت وأليكسي أوبي الدولي النيجيري الصغير المبدع والمتميز. ضربة الانطلاقة أعطيت من مارتين أتكنسون حكم هذه المباراة التي أكيد ستكون مباراة قوية وصعبة على الفريقين. مرتقب أن نشاهد أهداف على غرار كل المباريات التي كانت تجمع بين ليفربول وأرسنال وأرسنال ليفربول. الكرة ضاعت، الحكم صفر خطأ لدفاع فريق ليفربول من أمام أليكسيس سانشيز صاحب 4 أهداف هذا الموسم والذي يقال بأنه سيغادر فريق أرسنال في نهاية الموسم، خاصة وأن عقده ينتهي في شهر جوان من السنة المقبلة التي تبدأ بعد أيام من الآن. كرة في الخلف لصالح عناصر فريق ليفربول مع ثنائي كلافان وكذلك ديان لوفرن في الخط الخلفي. 12 مباراة بالنسبة للريتس من دون خسارة في كل المسابقات لحد الآن. تشاكا في وسط الميدان، مطر يرجع للخلف تماما ناحية ناتشو موريال وحارس بيتر تشيك الذي تلقى 30 هدف في كل المواجهات التي لعبها أمام فريق ليفربول. وفي الخمس مباريات الأخيرة تلقى 15 هدفا أمام فريق ليفربول. الدقيقة الثانية من انطلاقة هذه المباراة لصالح مسعود أوزيل في وسط الميدان، أليكسيس سانشيز راح مسعود رجعت له مرة ثانية يلعب في الوسط مع لاكازيت وأيوبي، والتغطية الدفاعية من هنالك عن طريق أندرو روبرتسون المدافع الأيسر الاسكتلندي في تشكيلة فريق ليفربول. أمام سيكون أمام أليكس أيوبي اللاعب النيجيري ابن مدرسة فريق أرسنال. كرة بعيدة للأمام، البحث عن ساديو ماني تروح مباشرة لفيلم